السلام عليكم. نعرف ان اهداف هذا المؤتمر كنت حضروا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. بدايه اعرض بنفسي، نطق رسمي باسم طلبه الاتحاد الوطني الشبيبه الجزائريه، مفوض من طرف الامين العام محمد مدني. في الحقيقه كنا استدعينا لإطارات الاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية من أمناء عامون ولائيون ورؤساء الفئات الوطنية، وهي متمثلة في الطلبة الكشافة الثانويين والفتاة. بطبيعة الحال هذا النشاط يهدف هو عبارة عن محطة نظامية تمهيدا لمحطة أخرى سوف تكون بإذن الله في الشهر المقبل إن شاء الله، سوف تكون بولاية البوليدة، وهي عبارة عن دورة المجلس الوطني العادية التي سوف ينبثق من خلالها لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الثامن بإذن الله. بطبيعة الحال على حسب الجو الحاضر يعني من خلال الصراعات التي يعيشها الاتحاد من على حسب وزارة الداخلية والجامعات المحلية صنفتها يعني صراع داخلي حول قيادة المنظمة. أنا بنظري ليس عبارة عن صراع داخلي، وإنما فيه تداخل في بعض الصلاحيات وفيه تواطؤ من طرف الإدارة بصريح العبارة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. المدعو قيس طاهر والذي يزعم انه هو الامين العام الشرعي، وهذا يتنافى وثيقه صادره عن وزاره الداخليه والجامعات المحليه والتي صدرت جوان 2010 تنفي هذا ما يسمى بقيس طاهر انه يزعم به انه هو الامين العام الشرعي. بناء على قرار المجلس الوطني جويليا 2007 والذي ينهي بأن قيس الطاهر مقصي من المنظمة بذلك التاريخ. نقطة أخرى، السيد محي مختار كذلك قام في استدعاء خلال لقاء بولاية بيسكرا والذي يعني نظمه على هامش لقاء ملتقى هوايب مدين السنة الماضية يعني 26 27 28 بولاية بيسكرا 2014. من خلال هذا اللقاء قام بتزوير بعض الوثائق وإمضاء بعض الولايات، والوثائق التي تنفي هذا الشيء موجودة، قاموا بإمضاء في خانات بعض الناس صرحوا بأنهم لم يحضروا هذا اللقاء بتاتا. كذلك من خلال اتصالنا بالمحضر القضائي الذي قام بمعاينة هذا النشاط بمعاينة هذا اللقاء النظامي الذين زعموا به، كذلك المحضر القضائي قام بدوره بإرسال وثيقة رسمية تنفي ما قام به هذا الناس ويصرح فيه بلي كان فيه تزوير واضح، غياب تقريبا شامل، الناس اللي سنيت ومضات في بعض الوثائق لا تتوفرهم فيهم صفة أعضاء المجلس الوطني، وإن كان الشيء اللي يزعم به ونصب نفسه كرئيس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر هذا غير ممكن ويتنافى مع القانون الأساسي والنظام الداخلي إذا اعتبرناه وإذا اعتبرته وزارة الداخلية والجامعات المحلية. يعني ساري المفعول، وإن كان في المؤتمر الحادي عشر المؤتمر السابع يعني بسنة ديسمبر 2011 تالته دورة الأولى المجلس الوطني بالنادي الجهوي للجيش بولاية البوليدة، كذلك تالته دورة ثانية بولاية خنشلة بالمتحف الجهوي للمجاهد. إذا أعطتنا وزارة الداخلية، إذا المؤتمر إن عقد ديسمبر 2011 تالته يوم 12 جونفي
بترخيص من مصالح ولاية البوليدة لقاء ثاني وهو المتمثل في الدورة الأولى للمجلس الوطني يوم 12 جونفي يوم 7 جونفي عفوا 2012. كذلك وصلنا النشاطات مرخصة من طرف المصالح المعنية يعني الولايات اللي كنا ننشطوا فيهم يكون فيه ترخيص بعقد اجتماع عمومي كوثيقة إدارية. في 2013 الدورة الثانية العادية بولاية خنشلة بحضور أعضاء المجلس الوطني أمور واضحة أقصي من تم إقصاؤه يعني تقصير الناس اللي داروا تجاوزات ومشاو في طريق إلى تشتيت المنظمة أو إلى أهداف أخرى. المهم هذا يعني خلاصة حول هذا الشيء المؤتمر الحادي عشر المؤتمر السابع للاتحاد كان معتمد بطبيعة الحال كي تعتمد مؤتمر معناها عندك قانون أساسي وعندك نظام داخلي يعني دستور المنظمة راهو ساري المفعول معناه التجاوزات اللي يوقعوا مع هذه الإطارات الله يهديهم إطارات وتجاوزات وخرقوا القانون الأساسي. أنا على حسب ظني وزارة الداخلية لا تعتبرهم كمنشقين عن المنظمة أو كأجنحة أخرى لخلق هذا الصيغ. هذا فيما يخص القضية الشرعية و فيما يخص المؤتمر السابع. فيما يخص اللجنة الولايات المجلس الوطني المجلس الوطني اللي داخل شحال كاين من الولاية نقدر نعرف شحال من الولاية؟ بون لحد الساعة نحن على قرابة صلاة المغرب الولايات الحاضرة حوالي 10 ولايات التحقت حاليا الحضور متكامل وبتمثيل حتى فئة الفتاة يعني الأمين العام الولائي عنده عضو منتخب زائد عضو منتخبة اللي كان عنده في ولايته أمين وطني أو عنده رئيس لجنة وطنية ممثلة في أمين الفئات بطبيعة الحال سوف يكون حاضر. أما فيما يخص الحضور حاليا في هذه الساعة هم حوالي 9 ولايات إلى 10 ولايات على حسب الاتصالات الواردة من عند خلص الخلاصه تاع اليوم ان شاء الله اللقاء تاع اليوم الذي هو عباره عن لقاء الامناء العامون الولائيون موسع الى اعضاء المجلس الوطني وبطبيعه الحال هو عباره عن تفقد ل ان صح التعبير للجيوش ان كانت واقفه ام لا ولامضاء بعض الوثائق التي تبرئ ذمه الناس الذين أمضوا في أماكنهم في محطات أخرى عند الأجنحة الأخرى اللي تحدثت لك عليهم. كذلك فيه بيان سوف يصدر عن اللجنة الوطنية اللي غادي تشرف على إصدار بيان ختامي. سوف تكون فيه رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية والجماعة المحلية للوصول إلى بعض الاستفسارات لتوضح لنا الرؤية وإن كانت ليس لها من الصحة. كذلك أعضاء المجلس الوطني سوف يمدون برأيهم حول بالمناسبة يعني حول القضايا العادلة في العالم حول قضية سوريا قضية تركيا قضية المملكة العربية السعودية قضية فلسطينية اللي موقفنا ثابت قضية صحراوية كذلك موقفنا ثابت وهو موقف الدولة الجزائرية يعني في جميع المحطات دائما نجد الموقف نتاعنا. دونك لب الموضوع هو قضية النزاع والصراع هذا كيفاش نخرجوا من هذه الحلقه الفارغه للمرور الى بر الامان وعقد مؤتمر ثامن
إن شاء الله والذي سوف تكون فيه قيادة شابة بإذن الله حسب تطلعات حسب التحديات اللي راهي جاية بإذن الله.